بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ان شاء الله النهاردة يا جماعة هنكمل درس ازاي بننشئ غرفة نوم، اللي هو كرييت روم زي ما كنا خدناه في برنامج الايكولون. وهناخد ان شاء الله الجزء الثاني النهاردة. زي انا يعني هعمل مراجعة على حاجة خفيفة كده صغيرة، لازم بس الناس اللي ما حضرتش معانا الدرس اللي فات تكون عارفة المرة دي ايه النقط اللي انا عايز اتكلم فيها او ايه الحاجات المهمه. في هنا عندي يا جماعه في القوائم اللي موجوده هنا السنس، لو اي قايمه من دول مش موجوده او اي تيب من دول مش موجوده، بنرجع على ويندوز ورك سبيس اول بانلز. تمام. في هنا عندي في السنس اي حاجه او اي لاير موجوده عندي، خلينا نتكلم زي الفوتوشوب او اي برنامج تاني، اي لاير موجود عندي هنا هو لاير موجود لحاجه موجوده عندي هنا. يعني مثلا لو دوست حرف كيو هنا، دوست على ده فكده اختار لي الصوفه دي، دوست على علامه العين دي او الشو والهايد اختفى. معنى كده ان اي لاير عندي هنا ليه لازمه. لو دوست هنا زي ما شايفين ادي الصور اللي على الحيط. طيب خلينا بقى ما نضيعش وقتنا ونتكلم على حاجه جديده النهارده. عندي هنا الكونتنت، في عندي هنا في القوائم اكتر، وبعد كده التمبلت، مش هنختار طبعا كاستم، خلينا هنا في التمبلت، وبعد كده افاتار تمبلت، وبعد كده افاتار. في عندي هنا طريقتين نعرض بيهم الاشكال دي، دي كده طريقه اعرضها هنا، وفي طريقه تانية اعمل كليك يمين واقول له فايند فايل، بيفتح قدام الفايند فايل هنا بيقول لي الايكولون تمبلت، وعامل لي الكاركتر اللي انا كنت بضرب او اي حاجه انا واقف عليها في البرنامج، دبل كليك عليها ظهرت قدامي زي ما احنا شايفين. الشخصيات اللي قدامنا دي تعتبر الشخصيات الديفولت بتاعت البرنامج. لو الشخصيات شكلها مش ظاهر، يعني معموله مثلا كده فكده مش باينه، بعمل كليك يمين فيو لارج ايكون فيبان قدامي الصوره قبل ما اضيفها. طيب انا هضيف صوره البنت دي، ده هنا من الملف، وهضيف صورة الولد ده من هنا زي ما احنا كده شايفين. الموضوع ان شاء الله سهل، مفيش حاجة صعبة. الولد مختفي هنا، اجيب دي كده واجيب ده كده. طيب اعمله هنا 90، هجيب البنت دي عايز ارجعها هنا ورا الحته دي. في حاجه عايز انبه عليها، لما احنا نكون شغالين كده اخد بالي، انا عندي الارضيه بدوس حرف السي طبعا وبنعمل كده، شايفين اهي في عندي هنا الرجل دي، وفي هنا في كام حاجه كده مش مظبوطه. نرجع كده، دي بتاعت البنت، نطلع البنت كده لفوق. واخدين بالكم بالرجل بتتني ازاي؟ لا خليها كده. نرجع تاني، هي لسه الرجل بتاعتها، ممكن اطلعها كمان سنة كده، فيها سنة صغيرة. طيب اهي، وممكن اقرب، اسف اقرب كده علشان اشوف كويس. والرجل بتاعت ده نطلعه هنا، والسرير ده اهو، حاجات بسيطة مش بتأثر معانا، ولكن الأفضل إن احنا نكون شغالين مظبوط. عندي ده، ده كيو، بعد كده ننزل كده تحت، لسه عايز سنة أهو، سنة كمان.
هو برضو اللي هناك ده عايز سنة صغيرة. طيب وبعد كده عندي هنا الترابيزة دي هنطلعها سنة. في حاجة معلش أنا كنت عاملها وأنتوا مش موجودين معايا، فأنا عايز أقول عليها. حاجة سريعة كده بس هوضحها برضو معلش. أنا عندي ترابيزة أهي، الترابيزة عندي اهي، وجبت هنا الابريق ده حطيته عليها او البراد ده، لو انا جيت هنا البراد لسه مش محطوط عليها اهو ماشي، لو انا جيت هنا ودوست على الترابيزة دي ودوست على حرف الدبليو ورفعت الترابيزة طلعت ونزلت. طب لو انا عايز ارفع الترابيزة بالحاجة اللي عليها يبقى انا محتاج ان انا اعمل حاجة اسمها ادمج كلهم مع بعض. هعمل ايه؟ هاجي ادوس على ده الابريق ده، كليك يمين اتاتش، اتاتش تاني ودوست على الترابيزة كده عندنا الترابيزة. لما انا كده دوست بره اهو كيو وبعد كده دوست على الترابيزة طلعت الترابيزة طلعت بالحاجة اللي عليها. هي دي بس اللي انا عايز اقولها لان انا كنت عاملها وما وريتها لكمش زي دي كده كله على كله مع بعض. طيب نرجع بقى لموضوعنا، نيجي البنت دي حرف الاي ونلفها كده، والولد ده نجيب ده هنا وحرف الاي ونلف. نيجي هنا في الشخصيات زي ما قلنا، عندي اسف الموشن الميل، عندي هنا ناخد بالنا دوست هنا الانيميشن وبعد كده هاجي الموشن وبعد كده البوز وبعد كده فيم البوز، اختار منها الشكل ده على دي كويس. نيجي هنا على الولد زي ما قلنا انا مختار الشخصية دي وكنت عامل اي حاجة زي كده حرف الاي او او اي حرف تاني، عايز ادوس كيو بعد كده ادوس حرف الدبليو او كيو بس واعلم الشخصية التانية. طيب هنا طبعا ده ميل بوز او بوز، بنختار برضو الشخصية دي كده عشان يعني. طيب باجي عليه هنا وادوس حرف ال E واعمل روتيت كده وال W لازم ناخد بالنا من كل حتة في الفيديو بتاعنا، وهنا برضو ده اوكي.
كويس، شغل. كده تمام. نيجي هنا تاني للموشن، موشن بلس، خلاص ده خلصناه. نجيب الفيمل، وبعد كده نجيب الموشن هنا ونحطه على البنت. كويس. بلس دبليو، وبعد كده نقدم البنت هنا قدام. في نقطة عايز أقول عليها ومحدش هيقولوك على الموضوع ده خالص، التايم لاين اللي هنا ده تحت ده هنا اللي بيكون فيه الفريمات بتاعة البروجكت أو المشروع اللي أنت شغال فيه. لو أنا بعمل فيلم فيديو، بعمل حاجة معينة وبسجلها، أي حاجة بتظهر عندي هنا. طب أنا دلوقتي ضفت الموشن بلس ده للبند ومش شايف حاجة هنا. في عندي هنا أول حاجة التريس مينيو ليست، أول ما أدوس عليها هنا كل دي الحاجات اللي موجودة عندك في المشروع. نفضل نشتغل كده، كل دي الحاجات اللي احنا عملناها في المشروع الصغير بتاعنا. شايفين كمية لايرز قد ايه؟ كل ده هنيجي هنا هختار هنا في الافاتار، اختار ده واختار ده، ظهروا عندي الاتنين هنا. نكبر نعمل دي كده سنة عشان بس نشوف احنا فين، هنا وهنا. ادي الجزء بتاع البنت. تعالى كده نجرب. Welcome. Please make yourself at home. I've been expecting you. And I am really excited to finally see you here. So, what would you like to do today? كويس. ده كده الجزء الخاص بالبنت. ناخد بالنا ان السهم ده هو اللي بيحدد الليسته اللي عندي. يعني هنا في الكوليكت كليب والترانسفورم والموشن والليفت هاند والرايت هاند، مش عايز اتكلم عليهم دلوقتي، ولكن ده بيظهر عندي الحاجات دي. لو انا عايز بس اعرض الساوند بدوس ساوند، فظهر دوست كده اتشال الساوند عشان الناس تاخد بالها الحاجات دي. لو عايز عملت كده وقفلت الموشن ما كانش ظاهر عندي، ناخد بالنا ان الموشن كده اختفت اهي. اسف، هدوس كده تاني الافاتار هنا واختار هنا الموشن، ظهرت عندي. وطبعا على سبيل المثال الموضوع بالنسبة للراجل، هنيجي على الراجل ده ونختار هنا ونختار الموشن ده عليه. كويس. طبعا لو انا جيت شغلت كده، Well, it all started back in 2005. طبعا انا معلش، Well, it all started back in 2005 when we were developing a tool to create 3D. طبعا كده مش هينفع لان هنا في تضارب في الصوت بين الاثنين. ناخد بالنا وانا جاي احرك الموشن بتاعي هنا ان الفريم بتاعي هنا موجود على الزيرو او على الواحد، يعني لسه انا في اول فريم. عشان انت ممكن تكون حاطط هنا مثلا، او اول لما اجي اضيف الموشن هنا ممكن اكون في الحته دي ومش واخد بالي في الاول، وجيت ضفت عليه الموشن وبعد كده انا مش عارف انا فين. لكن الفريمات اللي ظهر قدامي هنا والموشن ده بيبين لي انا فين. هاخد ده ادوس عليه كده واسحب وافضل اروح كده وامشي بدي برضو واسحب ونسحب ده تاني، اسحب نسحب ده كله كده كامل، مفيش أي مشاكل عندنا. خلينا هنا نجرب. Welcome. Please make yourself at home. I've been expecting you. And I'm really excited to finally see you here. So, what would you like to do today? Well,
هنا يا جماعه زي ما احنا شايفين ان الايد كده هنا مش عندي مش مظبوط، ولا الايد دي ولا دي. طيب كويس، يعني معنى كده يعني ده هنيجي هنا للشخصية. هنعمل كده شوية. لازم هنا نكون بنظبط من جميع الجوانب. Well, it all started back in 2005, when we were developing a tool to create 3D animation to render animated videos. Eventually, it grew into a very interesting application for most of us here that at the time, we ourselves didn't even anticipate. نرجع عليها كده آخر مرة. شايفين هنا يا جماعة، هنا في عندي مشكلة. إيه هي المشكلة؟ ان دلوقتي ما ينفعش ان الرجل تبقى كده، يعني كده في حاجة في الموشن بتاعتي او في حاجة في الفيديو بتاعي مش مظبوط. انا كده لازم ارجع الكرسي لورا او اطلع الترابيزة كده قدام سن. طيب ده عند فريم كام؟ 175 زيرو. ممكن كده الترابيزة ممكن اخليها كده. أكد تاني. أجي هنا من الزاوية دي وأتأكد. خدتوا بالكم؟ يبقى انا كده ماشي مظبوط. طبعا في واحد يقول لي انت بتدقق زياده عن اللزوم، عايز اقول هو ده الشغل الناجح، بيبقى كده الشغل الناجح، انك تكون بتدقق وشايف كل حاجه عندك في الفيديو مظبوط، عشان ما حدش يجي يعدل على الشغل بتاعك. ما تكونش انت طالع عينيك في مشروع قعدت فيه بالاسبوع او بالاسبوعين وسهران فيه
وطلع عينيك فيه. وفي الاخر حد يجي يعدي يقول لك لا لا اصل الشغل بتاعك للاسف يعني، معلش انا اسف يعني في حاجه مش مظبوطه. ده الصح كده بقى، نشغله اخر مره. Welcome. Please make yourself at home. I've been expecting you. And I'm really excited to finally see you here. So, what would you like to do today? Well, it all started back in 2005, when we were developing a tool to create 3D animation to render animated videos. Eventually, it grew into a very interesting application for most of us here that at the time, we ourselves didn't even anticipate. أتمنى إن شاء الله كده يكون الفيديو أنا شرحت فيه كل حاجة، وده طبعا الجزء التاني. ما تنساش طبعا تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس وسبسكرايب وتعمل شير، ولو في حد محتاج حاجة يا ريت يبعتلي كومنت. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدش ينسى اللايك والشير والاشتراك في القناة، واللي هينسى بقى انتوا حرين، ما عنديش غير الخرزان. يلا بقى، باي باي.